السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابع. اليوم بدنا ناخذ الجزء من 10 او الجزء اللي هو اجزاء العشرية. اجزاء العشرية الاجزاء العشرية الاجزاء العشرية نيجي هون لمس عندي كيف بدي اعمل اجزاء عشرية. انا هون مثلا عندي بالشكل هاي هعمل 10 طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 هي 9 اسهل. احنا طبعا لازم يكونوا قد بعض عشان يكونوا اجزاء عشريه، بس انا معلش يعني بس عشان بيجي باجي هون بدي الون 2 بالشكل هذا. بتقولي لي هذا 2 على 10 صح؟ الون 2 بتقولي لي هذا 2 على 10. الون انا هون هلون الاول هلون بالشكل هذا، هلون هون وهلون هون، هي 2 على 10. 2 على 10 احنا اليوم بدنا نحكي جزء عشري، يعني انا بقول له بدي اقول له جزء من 10 بدل ما اقول له على. هاي كلمه على، هاي كلمه على، هاي يا مس هاي انا بقول 2 على 10 2 على 10. فانا بقول له انا بقول 2 بدي اقول له من جسر العشره، بقول له من 10 من 10 من فاصله عشريه من 10. طب في عدد صحيح هون يا مس؟ في عدد صحيح كامل؟ لا ما في. شوفوا بدال كلمه على صارت من فاصله. اعيد، 2 على 10 تصبح 2 من 10. طيب تعالي يا مس نعملها على خط الاعداد، من هون من الصفر هون 1 من 10 2 من 10 طيب 3 من 10 4 من 10 5 من 10 وكمل كمان الاخر شيء 6 7 8 9 10 من 10. هي الواحد الصحيح، الواحد الصحيح. بقول له وين 2 من 10 يا مس؟ وين 2 من 10؟ تعالوا شوف وين 2 من 10 يا مس. بتقولي لي هيها يا مس، هيها 2 من 10. اذا بدك تمثليها بتعملي لي خط اعداد من الصفر للواحد وبينهم 5 من 10 6 من 10 هيك بالشكل هذا، 7 من 10 8 من 10 9 من 10 اللي هي واحد صحيح، واحد صحيح. من الصفر للواحد الصحيح بينهم 1 من 10 2 من 10 3 من 10 4 من 10 5 من 10 وهكذا. لو قلت لك وين 2 من 10 بتقولي لي هي 2 من 10، حطي لي عليه دائره. واضح؟ طيب نيجي ناخذ امثله من كتاب. نجي ناخذ مثال عندي، حاخذ امثله من كتاب موضح على صفحتي اللي هي اتحقق من فهمي اللي هو ان شاء الله الصفحه اتحقق من فهمي على صفحه 36. اجي على 36 وقول لي اتحقق اكتبي بالصيغتين اللفظيه. بدنا نحكي هذا بقول 9 من 10 مش حكينا؟ اتاسف 2 نحكي 2 اذا بدنا نكتبها 2 من 10 هيك بنكتبها كتاب 2 من 10. طيب اليوم بقول لي شوفي الشكل المضلل اللي موجود عندي او شكل المضلل، بقول له شكل المضلل خلينا نعده 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 هاي 6 من 10 6 من 10 6 هي بكتبها 6 على 10 عشان اقول بلاش اقول على، بقول 6 من فاصله عشريه وعدد صحيح مش موجود، عدد صحيح هون مش موجود،
6/10. نقرأها يا الاستراءة، نقرأها مع بعض، نقول له نحكي له 6/10. نقرأها مع بعض. تعالي على حطي لي اياها، قولي لي لوحة المنازل هحط لك اياها. هاي اجزاء عشرية، العشرية اجزاء العشرية، الاجزاء العشرية اسفل، وهون وهون احاد عدد صحيح، وعشرات كمان عدد صحيح. نيجي فيه، في اعداد صحيحة يا مس؟ في اعداد صحيحة؟ لا، صفر صفر. طب وين جزء العشر يا مس؟ ستة. وين جزء العشر يا مس؟ هي ستة. طيب نيجي على ان شاء الله ناخذ الاسود. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، قال الاسود هون هي معي. نيجي على سؤال رقم، اتحقق كمان عندي، اتحقق من فهمي كمان صفحه يا مس. هناخده 37، اسف 37. نيجي على تحقق من فهمي في مسابقه التزلج على معاي، واحنا بنقرا المضمار فاز سعيد على منافسه 8 جولات من 10. اكتب الكسر الذي يمثل الجولات التي فاز فيها للعدد الكلي للجولات وبالطلوع على خط الاعداد. اكتب الكسر 8/10 هو، وبصير 8/10. لو بدك تكتبها 8/10 حكتبها كتابة لفظي وقياسي كله حكتبه أنا، عرفت؟ وبعدين هو اللي مثلي إياها على خط الأعداد. خط الأعداد لو جيت على خط الأعداد، هاي موجودة خط الأعداد هون، بديش أضلني أكتبه أنا، أجيب على خط الأعداد وبجيكي بقول لك وين 8. هاي 0 للـ1 زي ما حكينا، 0 للـ1، 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، وهكذا لحد ما اوصل 9/10 وواحد صحيح. هو قال لي 8/10، بقول له هيو ما هو الكسر الذي يمثل عدد جولات من العدد الكلي، عدد جولات مين؟ سعيد هون، جولات جولات مين؟ سعيد. هاي 8/10. هيني على عمل، بدل ما اعمل لك اياها مره ثانيه، هاي عندي الايش؟ اللي هو موجود عندي خط الاعداد اللي رسمته من الاول. السؤال اللي بعده، اتدرب واتحقق من فهمي، لا اتدرب احل مسائل مش اتحقق من فهمي، احل المسائل يعني اتدرب كمان نفس الصفحه 37. نيجي على السؤال اللي الاول، السؤال الاول يلا يلا بدنا نشوف وين عدي عدي المضلل. المضلل عندي 4 1 2 3 4 4 على 10، 4 على 10 اللي هي 4/10، بسميها 4 أعشار، 4 أعشار أو 4/10، أو بسميها هون 4 أعشار. العدد الكسر بسميه 4 أعشار، وهون بقول له 4/10، هون بقول له 4/10. نيجي على السؤال الثاني، نيجي على السؤال الثاني، السؤال الثاني شو بقول لي؟ عندي 1 2 3، 3 أعشار، 3/10 يعني 3 أعشار، أو بقول له 3/10 فاصلة، ما فيش 3/10. كل سهولة
أجي على السؤال رقم أجي على السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول السؤال الثالث عندي تسعة، لا سبع أعشار، سبع أعشار، بقول سبع أعشار، باجي بعدها سبعة من عشرة، سبعة من عشرة، هاي بقرأ قاعدة. تعالي على اللي بعده، أحاول أحل أكبر عدد ممكن من أسئلتي. تعالي على اللي بعده، أحاول أحل أكبر عدد من أسئلتي. السؤال خليني إن شاء الله يكون مبين هيك عندك لس. والله كويس الحمد لله. نيجي على سؤال يا مس، اكتبي كل حسب السرعات يوم ترى على اللي هي 8 من 10 اللي هو سؤال رقم 4. 8 من 10 وهي 8 على 10. السؤال 5، 5 معلش انا بكتب على السريع هون، 5 من 10. السؤال 6 عشان بسرعة يا مس أخلص، اللي هي 2 من 10. السؤال هون 7 بده إياه العكس، السؤال 7 بده إياه 9 من 10، 9 على 10 بمثل على خط الأعداد كمان. السؤال 8 بدي اياه 6 على 10. السؤال 9 بده اياه 1 على 10. خلينا نمثل الكل، خليني امثل الكل، معلش الله بعيني امثل هون الكل ونكون عارفين كيف نمثل. نمثل الكل من الصفر، هاي الصفر، وهون 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، وهكذا كامل زي ما احنا اخذناها اول حصة. 6 7 8 هاي 9 عادي، بدي اخليها جنب بعض مش مشكلة. وهون عندي 1 من 10. نيجي هون يا مس، خلينا نمثل. أول واحد حنمثله هو اللي 8 من 10، هاي وين 8 من 10؟ هاي 8 من 10. طيب عندي 5 من 10، هاي 5 من 10. عندي 2 من 10، هاي 2 من 10، أنا مثلتها كلها مع بعض. أجي آخذ لون اللون الثاني اللي بعده اللي هو، خليني آخذ لون آخر اللي هو عندي 6 على 10 اللي هي 6، 9 على 10 اللي هي هيها بالشكل هذا. هذا السؤال الثاني باللون الأسود. بعدين عندي 6 على 10 اللي هي 6 على 10 اللي هي بالشكل هذا، هي اللون الثاني عشان هذا السؤال الأزرق الأول، الأول بالأزرق، هذا بالأزرق وهذا بالأسود. وهون 6 على 10 حكينا 1 على 10 بالشكل هذا. انا رتبت كلياتهم مع بعض بالشكل اللي انت شفتيه، ما يعني عشان انت كمان حتى اي سؤال مع بعض تمثلي مع بعض، هذا السؤال تمثلي مع بعض وهذا مع بعض. طيب نيجي على اللي بعده، سؤال بسيط جدا ما في شيء، انا ما بدي اضيع وقتي، وانا بدي عندي اللون، عندي اللون وعندي الاصفر، الاصفر وعندي الأحمر وعندي الأخضر. يلا اللون الأصفر، الأصفر يلا نعده كم؟ 2 على 10، 2 على 10 يعني 2 من 10. طيب بدي اللون
الاخضر الاحمر الاحمر خلينا نشوف قديش الاحمر الاحمر 2 5 5 على 10 احمر هذا لا هو محمد ناخذ احمر 5 على 10 يعني 5 من 10 طيب ناخذ اللون الاخضر مش هذا اللون الاخضر خلينا ناخذ الاسود يرجع ناخذ اللون الاخضر اللي هي 3 على 10 3 على 10 اللي هي 3 من 10 خلصت هيك جدولي بقول لي اشترت اشتركت 4 طالبات في كتابة بحث وألفت 10 صفحات بدأت كل من هنا بالكتابة فكتبت سواء 7 صفحات دوري وين 7 صفحات اللي هو شوفي اللي هو أنا عندي هاي الأول هاي الأول هاي الثاني هاي الثالث وهاي الرابع أنا بكتب لك إياها برقم لك بس برقم لك ليش سهى سهى هي الثالث هون سهى هون سهى طيب مين كمل مين وكتبت راما 3 صفحات راما الثاني هاي راما طيب وكتبت دعاء 6 صفحات دعاء هون دعاء الرابعة طيب ومين كمان وكتبت ضحى 9 صفحات أكبر واحدة يا ضحى طيب اكتشفي الخطأ آخر واحد إن شاء الله بإذن الله بقول لي لدى عبد الله 10 حبات جوز أكل منها 3 يعني 3 بصير نحن 3 على 10 صح ولا لا؟ اللي هي 3 من 10 على طول بحب قال لي هيك قلت له هيك فهو بقول لي كاتب لي هو كاتب لي هي 3 فاصلة هيك غلط يا مس هاي عدد صحيح مش من 10 غلط هيك الفاصلة بتيجي بالشكل هذا هذا هو خطأه وهذا تصحيح الخطأ أنا هيك يا مس إن شاء الله خلصت كامل درسك هو درس الأصول العشرية كانت سهلة كثير ما فيها شيء الآن كتاب الطالب اللي هو كتاب التمارين أكثر بدك تحله اللي على الأجزاء العشرية كتاب التمارين أنا ما معيش الكتاب بس أنت بتفتح على الأجزاء العشرية في كتاب التمارين وبتحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته